بنظام الدفعة الواحدة والتدريس الحضوري بفوجين، فوج في الفترة الصباحية وآخر في الفترة المسائية، اختارت المدرسة العليا للأساتذة مسعود زقار بستيف أن تفتتح هذا الموسم الجامعي 2021-2022. هذا النظام الذي يسمح لطلبة المدرسة بالدراسة الحضورية بنسبة 20 ساعة أسبوعيا، وهو الأمر الذي استحسنه الطلبة والأساتذة على حد سواء، وذلك بعد المعاناة الكبيرة التي تكبدوها خلال الموسمين السابقين مع الدراسة عن بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طالبة سرحان نبيلة، طالبة من قسم اللغات الأجنبية تخصص لغة إنجليزية، طالبة مقبلة على التخرج. اليوم كان أول يوم دراسي بمدرستنا، تم التخلي بصفة نهائية عن نظام الدروس، وتم تبني نظام الدراسة الحضورية، وأنا شخصيا أرى أن هذا النظام أفضل من نظام الدفعات. نظام الحضوري يخدم كل من طلبة سنوات التدرج بصفة عامة وطلبة سنوات التخرج بصفة خاصة. السلام عليكم، أنا طالبة مهو بإخلاص من قسم اللغة الإنجليزية سنة خامسة. اليوم كان أول يوم لنا في الدخول الجامعي في المدرسة العليا الأساتذة مسعود زقار، كان دخول في ظروف جيدة، وإحنا يعني راضين بهذا المبادرة تاع الدراسة يعني بنظام الدفعة الواحدة، لأنه صراحة يعني ما عجبناش نظام الدفعات والدراسة عن بعد كان غير ملائم أبدا. نشكر المدير على هذه المبادرة وأنه استجاب للمطالب تاعنا يعني أنه ندرس بصفة دائمة. ها نحن اليوم في الموسم في الدخول الجامعي بالمدرسة العليا للأساتذة بالعلمة وفق البروتوكول الصحي طبعا كما هو ملاحظ، يعني الدخول الجامعي تم في ظروف جد حسنة وهو يسير بشكل جيد ضمن يعني البروتوكول الصحي كما قلت سابقا. نشكر إدارة المدرسة طبعا للمجهود المبذول يعني للتنظيم ويعني تنظيم الدفعات وتنظيم الدراسة سواء البروتوكول المعتمد من طرف الإدارة، كما نشكر كذلك الزملاء الأفاضل لاحترامهم هذا البروتوكول، ونتمنى أن نكمل هذا الموسم على خير إن شاء الله. نحن نبتدئ موسمنا الجامعي الجديد بالمدرسة العليا للأساتذة مسعود زقار بستيف العلمة. صراحة ظروف البروتوكول الوقائي ضد فيروس كورونا هو بروتوكول جد محكم، كما أن الدراسة يعني تسير في منحى حسن. نرجو من جميع الطلبة التقيد بالبروتوكول والتعليمات الصحية واحترام التباعد لضمان عام دراسي خالي من كافة الإصابات والعدوى، وان شاء الله نرجو لهم، نسال الله لهم التوفيق. مرحبا، صلاه السلام على اشرف المرسلين، معكم الطالبه بالعلم الايمان من قسم علوم دقيقه سنه اولى. كان في البدايه حضور موفق، وذلك بمراعاه جميع قواعد وقوانين الوقايه، وذلك بتطبيق البروتوكول الصحي. اتمنى التوفيق لطلبه المدرسه العليا للاساتذه مسعود زقار، التوفيق في مشوارهم الجميع. نشكر اداره المدرسه على تطبيق هذا النظام، وايضا حرصي على تطبيق البروتوكول الصحي. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم خالد كطالب عمري تخصص تاريخ وجغرافيا سنه خامسه، بمناسبه الدخول الجامعي اليوم الاحد في المدرسه، التخلي عن نظام الدفعات والاعتماد على التعليم الحضوري. وقد عانينا العام الماضي من نظام الدفعات، ذلك لوجود عده صعوبات، فسعت اداره المدرسه التخلي عن النظام واتباع النظام الحضوري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا الطالب يحيى شريف أحمد لامين سنة خمسة رياضيات. بمناسبة الدخول الجامعي للموسم الجامعي 2021-2022 نتمنى إن شاء الله ربي يوفقنا، ونتمنى من كافة الطلبة احترام البروتوكول الصحي، وإن شاء الله يعاوننا الأساتذة والطاقم الإداري ونتعاونوا مع بعضنا لإنجاح هذا الموسم الجامعي. أساتذة المدرسة من جهتهم أكدوا بأن التعليم الحضوري أكثر ملائمة للطلبة ويساعدهم أكثر في التحصيل العلمي، مؤكدين على ضرورة احترام الجميع لشروط السلامة الصحية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
في البداية نتحدث عن انطلاق الجامعي لهذا العام والذي ارتسم ووضع وفق نظام الدوامين، وكان فيه تخوف في البداية من الجانب الإداري يعني الإدارة وحتى الأساتذة، لكن فيما بعد يعني اليوم الأول والثاني تفاجأنا بنجاحه، أقول التام، نجاحه التام، و يعني رضا جميع الأطراف، الطلبة والأساتذة. ومرحب بكم في قسم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. كما ترون اتسم هذا العام بنمط التعليم الحضوري، وهو نمط يتفاءل به كل من الأساتذة والطلبة على حد سواء، وهذا من أجل تحصيل علمي أحسن وأكثر نجاعة. وفي هذا الصدد نشجع الطلبة على الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي والاجتهاد طيلة الموسم الجامعي، متمنيين لهم كل التوفيق والنجاح بإذن الله. الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، بمناسبة الدخول الجامعي 2021-2022 أنصحكم وأنصح نفسي باحترام بروتوكول الصحي بكل قواعده التي أملتها علينا قوانين مدرستنا العريقة. أتمنى لكم دخول جامعي ناجحا، وأتمنى لكم الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الدخول الجامعي السنة الجامعية الجديدة 2021-2022 نرحب بطلبتنا الأكارم في هذا الدخول، ونتمنى أن يكونوا بصحة جيدة وأن يشمروا على سواعد الجد والاجتهاد وأن يلتزموا بالتباعد الاجتماعي وكذلك بالبروتوكول الصحي بصفة عامة. تم بالأمس 11 أكتوبر 2021 الدخول الجامعي على مستوى المدرسة العليا للأساتذة، حيث لاحظنا انطلاقة جيدة ومبشرة وفيه أعداد كبيرة من الطلبة حضروا لليوم في اليوم الأول. من جانب آخر اعتمدنا نظام الدفعة الواحدة بفوجين، حيث كل فوج يدرس نصف يوم تناوبي، وهناك انخراط كبير للطلبة في هذا النظام الذي يضمن حسن التكوين الجيد من خلال التواصل المستمر مع الأساتذة اليومي. رغم أنه حجم الحصة الزمني واحد ساعة، لكن فيه ديمومة حيث أنه كل الطلبة يبقوا على التواصل المستمر مع الأساتذة. فبالتوفيق لجميع الطلبة، شكرا لكم. تجدر الإشارة إلى أن المدرسة قد اختارت هذا النمط من التدريس بسبب محدودية عدد الطلبة وكذا سعة الهياكل، بالإضافة إلى توفيرها لكل وسائل الوقاية الصحية ومراهنتها بشكل كبير على وعي الطلبة واحترامهم للتدابير الصحية التي تفرضها المدرسة.